كواليتي. السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كدايرين؟ انا اليوم غادي نسجل معكم واحد الفلوك خارجه انا والوليدات باش نتعشاو على برا، وقلت نشارك معكم هذه الخرجه هذه. تبعوا معنا حتى الاخير. انا دابا حنا غاديين وكنصوروا معاكم حتى نوصلوا. خرجه خفيفه ظريفه، وغنوصلوا لهذيك المحل اللي غادي نتعشاو فيه، غنصوروا لكم حتى هو. بقاو معنا، دابا راه 9 ديال الليل. الحال بدا كيظلم، الجو بدا مبقاش كيف ما كان. كانت كتجي 9 كتصيب النهار مازال، دابا 9 ولا تجي في الظلمه. الحال مظلم، كاين واحد الصهد بنادم كيخرج يضربو البرد. هادي هي الريستورا اللي جينا ليها باش نتعشاو فيها كيفما شتو. كما كتشوفو معانا الجو هادئ وزوين، برا راه برد ولكن في الدار راه سخون. هذا هنا راه السبيطار، الله يستر والله يحفظ الجميع منه. كاين هنا حدا الدار، شوف